اهلا بيكم. عايزين النهارده نتعلم الفرق في النطق وفي المعنى بين الكلمتين دول. الكلمه الاولانيه farther farther، والكلمه الثانيه further further. الاف ايه طبعا بتتنطق ف، والاف يو بتتنطق ف ف، فده الفرق في النطق. تاني حاجه المعنى، الاثنين معناهم ابعد من. عايز اقول بيتي ابعد من بيتك، My house is farther or further than your house. يبقى أنا كده باستخدامهم الاثنين نفس المعنى اللي هو أبعد من، farther than و further than، الاثنين معناهم أبعد من. طيب كلمة further لها معنى إضافي تاني اللي هي بمعنى برضو إضافي أو أكتر من كده، أو ما بتساوي anymore، معناها لها معنى تاني اللي هو anymore. I don't need any more food. I'm full. برضو ممكن استخدم بدل any more further. I don't need further food. I'm full. انا مش عايز اكل تاني اضافي لان انا خلاص انا شبعت. يبقى ده المعنيين بتوع further. يبقى farther و further الاتنين معناهم ابعد من. طب further لها معنى اضافي اللي هو إضافي أو زيادة أو any more، وده الفرق في المعنى وفي النطق بين الكلمتين دول. تابعوني على English for Use غادة، ما تنسوش شير لايك سبسكرايب.